يرى عبد الحق بن شيخة مدرب النهضة البركانية أن التنافس الحقيقي في البطولة سينطلق بعد كأس العالم، مؤكدا أنه أخطأ بوضع ضغط سلبي على لاعبيه حين صرح أن فريقه سينافس على المراكز الأولى. وقال بن شيخة في تصريحات تلت مواجهة فريق الوداد الرياضي: وضعت ضغط كبير على عاتق اللاعبين حين أكدت أننا سننافس على المراكز الأولى، والمشكل بالنسبة لنا يكمن في تأخر استعداداتنا للموسم الجديد. وتابع: البطولة ستبدأ بعد المونديال، فكل مدرب حاليا يبحث عن تأكيد المسار. عموما أنا أشتغل كل يوم واللاعبين يبدون استجابة لكل ما أحب بالقيام به. يشار إلى أن فريق الوداد الرياضي تمكن من الفوز على فريق النهضة البركانية بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد برسم الجولة الرابعة من البطولة، ويحتل النهضة البركانية الآن المركز رقم 15 بنقطة واحدة من 3 هزائم وتعادل، فيما يحل فريق الوداد الرياضي في صدارة الدوري المغربي.